حياكم الله. ونحن بعد بنكتب الحين نسوي دعايه ان بدينا الستريم. السيف قاعد يلعب عشان كذا ما لقيناه. طبعا المباراه بدت؟ هاي المباراه بدت عندنا ميوتو ام جيميلون كان من نس وحين يلعب ميوتو وعندنا برايدو معروف الروب الوحيد في الامارات. وايد وايد لعبه بوايد متحسن. قبل كان يخسر وحين ما شاء الله عليه دوم يفوز. قلت لك يفوز على اظن فاز على سناك مره يعني وايد يسوي اشياء زينه. تكبر الشاشه ولا ما تقدر؟ لا تجيب. اوكي هي. فان نشوف في تقدم لروب. روب وايد ابير بس جاي حلو من ام جيميلون عشان ما يموت. بس الفكره اعتقد خلينا نتكلم عن الماتش حق الشخصيات. من الشخصيات روب ميوتو والله ما اعرف عن الماتش اب بس اتوقع ان ميوتو يرمسوي جاجل وايد حق روب. روب من اللاعبين اللي اذا عندك لاعب جاجلر مثل ماريو وزيرو سوت وفوكس تروم تعطي ابير على ابير على ابير. الاوبشنز حقته مو كويسه في النزول على ايه بالضبط. عنده وايد اشياء بس اذا اعطوه اوبشن نزول لاندنج اوبشن اتوقع بيكون من الهاي تيرز. الحين يمكن يمكن هاي بعد انا والله ما ادري على حد على الحفه يعني ابدا ما ادري. ممكن تحطه ممكن تحطه هاي ممكن تحطه صح صح ابير افرو قصدي اكيد هي بيشيل الستوك. حلو استخدامه للبلاتفورم بيشيل الستوك وعليه 83%. ام جيميلون الحين المفروض يحاول يعني يشيل الستوك قبل ما يبدا ينقص وايد لانه بيخسر. ميوتو معروف لاعب خفيف ويموت بسرعه. دوث رابير يمكن يشيل الستوك بهذا الريج. اوه حلو الريج وايد وايد حلو. بس شو اسمه هو ميوتو مشكله فعليا زي ما جلاس كانون يسمونه اللي هو يموت يذبح بسرعه ويموت بسرعه. هي صح ابسماش ذبحت ما توقعتها صح. روب من اللاعبين تجال ما توقعت الا ابسماش تذبح. هذا هذا تونا نقول انه ووتر جلاس كانون بالضبط صح. وعلى فكره اللاعبين عندهم ريفلكتر في بتكون اكسترا مايند جيمز. بس طبعا ريفلكتر من روب وايد تعبان سايد بي تم نص ساعه وفيها اند لاج وايد. يحاول يسوي الكومبو حق شنو ابدا هاي الفوت ستول على داون بي. حلو حصل الريد بس التايمين كان غلط. لا هالمره ما تري الاردج. اوه ما شلت الستوك ناس قاعد استنى. حلو من برادو 1-1 لبرادو خذ الجيم الاول. طبعا نلعب بس 3 هنا طبعا بس 3 وعندكم الستارترز فيها لايات كروز ولا الستارتر لايات كروز. نعم دريم لاند كاونتر بيك داك هانت و اتوقع بس توستجد عندك كاونتر بيكس. ايه والستارتر سماش بيلت تاون سيتي فاونديشن باتل فيلد وليلات كروز. نطلع خشتنا. ها تفضل الحين نبدا راوند 2. الكاونتر بيك عند ام جيميلون يرمسوي كاونتر بيك اللاعب وكاونتر بيك الستيج. وين تتوقع يودينا ام جي؟ اتوقع اختار تاون سيتي باتل فيلد. مع ان باتل فيلد صح احسن سيجات ميوتو. ايه فالمفروض يهني صح. انا اعتقد ميوتو خصوصا ان ميوتو يذبح من الاطراف بالفير ويذبح هي صح فهو يعطي اكسترا ستيج انه يطلع برا ويعطيه بالضبط صح. يرم يشيل لك يسوي لك كاري فير على فير على فير برا كذا تشيلك برا الملعب. هي نايس هاشتاج حلوه ابير والله الريج كويسه ممتازه من ام جيميلون من ميوتو. ميوتو ما حاول يسوي باكير ثانيه اظن استنى يسوي اردوج. هي اوب دور فوت ستول حلو بيرجع حلو. هي صح ركفري حق تروب مره كويسه. هي بس فوت ستول كان وايد حلو من ام جي. كان ممكن يشيل الستوك فوت ستول سريع سنيكي فوت ستول. تحبون تسوون فوت ستول هذا في الامارات؟ الفوت ستول صراحه شيء وايد مفيد يعني ترى ما تستخدمه. هو اكيد هو مفيد وكول بعد بس لا اتوقع بدري. لا بعد باتل فيلد كبيره وتونا صح. باتل فيلد من البلازونجر وايد كبار بيرجع من السي. ايه لا التفكير صاحي ممتاز. برادو معروف بهالحركه دوم ينزل تحت السيج ويسوي باكير هي ويصير لين الجهه الثانيه. اقترح انه اوبشن مره ممتاز تطلع من كثير ذا مشاكل بس وايد بطيء على فكره يعني. تروم تسبقه للجهه الثانيه وتحاول يعني تكمل بانش بس عندك وقت اقل يعني اوبشن وايد زين صح. خصوصا انه بعد بس ميوتو بعد الحين صار سريع اسرع من اول بكثير. اب سماش سبوت دج وايد حلو من ام جيميلون. الاب سماش من ربع على فكره وايد خداعه. انت بعيد تسحبك شوف ما كان لازق فيه. ضربه الاولى تسحبك على مكان الاب سماش بالضبط وتذبحك على 80 90 على حسب حقها مره قوي وايد والحركه تخوف. خوف ما تعرف رينجها كم بالضبط. اب ثرو حلو
ثرو على فير هي لان لان الباتل البلاتفورم مساعده اتوقع الحين داون ثرو تو ابير ما عاد لي سي تري الاردج اتوقع انها ترو كومبو بس مو متاكد من هالشيء لا ترى ميوتو فلوتي فما ممكن يكون لها علاقه صح صح ميوتو عندهم اتوقع احسن اردج في اللعبه ولا ميوتو اول شيء وايد سريع يخلص بسرعه ترو وات اب سماش اخر هيت بوكس بس وات وش الضرب ذا اخر هيت بوكس اتوقع شويه يكبر فجتله اوف والابس اتوقع شوف الحين لا ما في شيء استناها هي اكيد لا واضح انه واترمان يعني عنده فكره عن الماتش لانه بالضبط. لو غلط قبل شوي كان بيموت كان بيموت 100% ومعروف برادوك كم من مره سوى هالسيت اب على الستريم مو على الستريم تعرف اذا رب مين هو يدرب على هالسيت اب يعني عند اللج انت حط الجايرو وتقريبا يغطي كل الاوبشنز حتى لو انت واقف تسوي لك ستيل سماش ايه بالضبط فيعني اوبشن شيء وايد ابير انا لا ما شل الستوك ابير شل الستوك واو الابير وايد قويه بس اتوقع ان دي اي ما كان ممتاز من ام جي ميلن بس جيم وايد حلو بس هذه صراحه يعني دي اي هم مره صعب لانها توديك في اماكن غريبه صح دي اي مالها المفروض اول شيء تمها بالسمين اخر ضربه شوي صار دي اي معقد اذا سويت الدي اي صح تكون يعني ما طيع فوق يعني تروح كانه بس هوريزونتال تقريبا يقول فيرتيكال موفمنت